بجينا في القرآن أحكام الحياة الزوجية، وبجينا في القرآن أن هذه الأحكام مبنية على المعروف. فإذا عددنا كلمة المعروف الواردة في العلاقة الزوجية يجدها تناهز قد تزيد على 10 مرات يذكر فيها المعروف. عاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. الحياة الزوجية مبينة في القرآن، كيفية العقود زوجناكها، أنكح الأيام، إقامة الشهادة، إيتاء النساء صدقاتهن نحلة، مراعاة الأولياء في النكاح، منع الأولياء أن يعضلوا النساء. أحكام الطلاق سيقت بتساوق وتناسق في غاية الدقة والإحكام. ابتدأ الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق في هذه الآيات الكلام على حكم اليمين، وتخلص من اليمين المطلقة إلى الإيلاء، لما كانت نهاية الإيلاء إن لم تكن فئة طلاقا تكلم على حكم الطلاق. فتساوقت هذه الأحكام من قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع العدة، ذكر أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وذكر حكم المطلقة وهي حامل أو المتوفى عنها وهي حامل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذكر حكم المطلقة بعد الدخول وهي من ذوات الأقراء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ذكر حكم المطلقة التي لم تر المحيض أو التي قد يئست من المحيض قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ذكر عدة المتوفى عنها وهي غير حامل لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وما كان من إجمال فقد بينته السنة، وما كان من بقية إجمال في السنة بينه تفسير الراسخين وبيان المتفقهين.